تعرفوا جميعا أن بلادنا كتمر هاد الأيام بظروف استثنائية، والمعروف علينا كنديروا يدينا في يد بعضياتنا باش نتعاونوا ونتضامنوا. هاد الروح التضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشية منا كمغاربة اللي ورثناها على آبائنا وجدودنا، واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كيحثنا على التآخي والبدل والإحسان. وحيث أملنا فيكم كبير، سمعنا وكون معانا وخليك في الدار. باب التبرعات مفتوح، اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسناش. بلادنا أمانة في رقبتنا وعندها دين كبير علينا، وفي هذا الوقت اللي خاصة نكونوا مغاربة حرارة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الليلة هي ليلة مباركة، ليلة التضامن بالتبرع والابتهال في ليلة النصف من شعبان. هذه الليلة هي أعظم الليالي بعد ليلة القدر المباركة، فالمغاربة جميعا طيلة هذه الأيام أبانوا عن حسن نية في التضامن والتكافل والإحسان، تكافلوا وتضامنوا بالمواد الغذائية، وتكافلوا وتضامنوا بالمساعدات العينية أشكال وألوان مختلفة. لكن اليوم ما نطلبه من جميع المغاربة أن نتضامن بالتضرع ونتضامن بالابتهال في ليلة النصف من شعبان. جميع المغاربة أو جلهم هذه الأيام صائمين، صاموا هذه الأيام المباركة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في الأيام البيض يوم 13 و 14 و 15، هذه الليلة 14 من شعبان وغدا 15، إذن هذه الليلة هي ليلة النصف من شعبان. وتعلمون جميعا أن شعبان هو من أعظم الشهور عند الله تعالى بعد رمضان، شهر مبارك هو تقدمة لرمضان. هذا الشهر فيه ترفع الأعمال ويغفر الله تعالى الذنوب ويستر العيوب ويجيب الدعوات. وقد سمي شعبان لأنه إذا الشعب فيه خير كثير. قدوتنا وأسوتنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبه ويكثر من صيامه، حتى قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان. هذا الشهر المبارك، هذا الشهر العظيم، هذا الشهر الفضيل، سيدنا النبي كان يكثر من صيامه، ولما سئل عن سر ذلك قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولهذا كان السلف الصالح جميعهم في رمضان كانوا يصومون في شعبان، إذا دخل شعبان صاموا، تركوا الكثير من مشاغل الدنيا وأخذوا يستعدون فيه لاستقبال رمضان، وكانوا يكثرون من الذكر والصيام. كانوا يسمون شهر شعبان بشهر القراء، إذا أقبل شعبان أقبلوا على مصاحفهم فقرأوها، وهذا ما يفعله المغاربة هذه الأيام، أيام الحجر الصحي، أيام العزلة، لا نسميها مجرد مكان نحن محبوسين فيه، لا، نسمي هذا عزلة مع الله، نسميها بالأحرى خلوة، خلوة مع الله. وسلفنا الصالح في الأيام العادية منذ زمان كانوا ينعزلون في شعبان ويختلون مع ربهم، كانوا يغلقون حوانيتهم ولا يأخذون من الدنيا إلا ما يحتاجون إليه، ويتفرغون لتلاوة القرآن الكريم، باستثناء التجار الكبار
كانوا في شعبان يخرجون زكاة أموالهم ويعطونها للفقراء والمساكين، وهذا ما يحدث الآن في المغرب. نحن الآن في وضعية جيدة للغاية، فالحجر الصحي هو عزلة وخلوة مع الله تعالى، وما نقوم به من أعمال خيرية من إحسان وصدقات وهبات هذا يتفق مع سلوك السلف الصالح أنهم كانوا يخرجون زكاة أموالهم في شعبان قبل رمضان. لكن هذه الليلة المباركة تسمى ليلة النصف من شعبان، عندها تسميات عظيمة، تسمى ليلة البراءة، وتسمى ليلة الإجابة، وتسمى ليلة الشفاعة، وتسمى ليلة الغفران والعتق من النيران. هذه الليلة المباركة أيها الأحباب الكرام ينبغي جميعا أن نستغلها استغلالا كاملا، منذ غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ونحن الآن في بدايتها. يلا افطرنا بإذن الله تعالى وصلينا المغرب، والآن نبدأ في هذه الليلة المباركة من الآن. وأنا عندي يقين تام بأن رب العزة سوف يعفو عنا ويرفع عنا هذا الوباء، عندي يقين تام بأن الله تعالى سوف يطفئ هذا الغضب، وأن الله تعالى سوف ينزل رحمته وعفوه وكرمه على عباده أجمعين. هذه الليلة المباركة الحق عز وجل يفتح فيها أبواب السماء، وتفتح فيها أبواب الرحمة وباب الرضوان وباب المغفرة. هناك أبواب عظيمة في السماء، باب الرحمة، باب المغفرة، باب الرضوان، وباب الفضل، وباب التوبة، وباب النعمة، وباب الجود، وباب الإحسان. أبواب السماء كلها الآن مفتوحة. من أراد أن يستغل أيها الأحباب هذه الساعة المباركة بالدعاء والمصالحة مع الله تعالى بتجديد التوبة واليقين في رحمة الله الواسعة، فهذا هو الوقت المناسب. الله عز وجل يطلع فيها على عباده. الآن ربنا ينظر إلينا جميعا، ينظر إلى كل الكوكب الأرضي وكل مكان، ونحن في المغرب هذه الساعة المباركة عندي يقين بأن جل المغاربة بإذن الله سوف يحيون هذه الليلة بالذكر والابتهال. هذه الليلة المعظمة ربنا يطلع فيغفر لكل مؤمن قائم يصلي أو قاعد يسبح أو كل راكع أو ساجد أو ذاكر. هي ليلة لا يدعو فيها داع إلا استجيب له، ولا سائل إلا أعطي، ولا مستغفر إلا غفر له، ولا تائب إلا تاب الله عليه. هذه الليلة المباركة أفضل الليالي كما قال العلماء بعد ليلة القدر، فيها يمنح الله تعالى العباد فضله ويغفر لهم بمنه. هذه الليلة المباركة مما تروي أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فصلى وأطال السجود، أطال السجود، أطال السجود حتى ظننت أنه قد قبض. سيدنا النبي في هذه الليلة المباركة في أول الإسلام قام الليل وصار، ما كان كورونا أيام زمان ولا مثل هذه الابتلاءات الشديدة، وقام يصلي ويطيل يطيل يطيل السجود ساعات. أمنا عائشة خشيت عليه، فلما رفع وانتهى وفرغ من الصلاة قالت: يا رسول الله ظننت أنك قبضت لطول سجودك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عائشة أتدرين أي ليلة هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذه ليلة النصف من شعبان، إن الله عز وجل يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويوفر أهل الحقد كما هم. الله تعالى يغفر للجميع في هذه الليلة، تسمى ليلة تقدير الأقدار، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. بعض العلماء قالوا هي ليلة القدر، ومن من قال هي ليلة النصف من شعبان. فالله تعالى يطلع ملائكته في هذه الليلة على تفاصيل ما يحدث في السنة التي مثلها من العام القابل، يعني كل ما سوف يقع السنة المقبلة من حياة أو موت أو ولادة أو أرزاق
أو سعادة أو شقاء أو صحة أو مرض، كل شيء في هذه الليلة سوف يقع. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها: أتعلمين يا فاطمة أي ليلة هذه؟ إنها ليلة نصف من شعبان، فيها تقسم الأرزاق، وفيها تكتب الآجال، وفيها يكتب وفد الحجاج، حتى اللي غيمشي للحج بإذن الله هذه السنة، نسأل الله تعالى أن يفرج قريبا، سوف يكتب هذه الليلة. اللهم يا رب يا كريم اجمعنا وأحبتنا جميعا هذه السنة في البقاع المقدسة. اللهم اجمعنا في مكة المكرمة، واجمعنا معهم في المدينة المنورة، واجمعنا معهم فوق جبل عرفة، واجمعنا معهم في منى وفي مزدلفة، واجمعنا معهم في كل خير. قولوا جميعا أمين. أمين يا ربي يا كريم. هذه الليلة المباركة هي التي ربنا لما قال كل يوم هو في شأن فسرها النبي الكريم فقال: يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. هذه الليلة هي التي توافق قول الناس: سبحان الذي يغير ولا يتغير. التغيير سوف يبدأ من هذه الليلة، الإصلاح سوف يبدأ من هذه الليلة، العفو سوف يبدأ من هذه الليلة. ليلة عظيمة، حتى قيل بأن هذه الليلة المباركة فيها نزل سر الصلاة على النبي الكريم، قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قيل بأنها نزلت ليلة النصف من شعبان، ولما كان المسلمون يبحثون عن القبلة، والقبلة في أول الإسلام كانت حول بيت المقدس، وكان النبي الكريم يتمنى أن تكون القبلة في الكعبة المشرفة، قبلة إبراهيم الخليل عليه السلام، لكن القبلة آنذاك كانت محاطة بالأصنام والأوثان، فكان يدعو الله تعالى كثير أن تحول القبلة، ويقول: يا رب حول القبلة، ويبكي. فنزل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. في هذه الليلة تحول المسلمون، كانوا يصلون العصر تجاه بيت المقدس، فتحولوا جميعا نحو الكعبة المشرفة، والمسجد الذي كانوا يصلوا فيه هو مسجد القبلتين المتواجد في المدينة المنورة. فاللهم يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم، ببركة الكعبة المشرفة التي هي قبلة المسلمين نتوجه إليها كل يوم 5 مرات. اللهم يا رب فرج عنا وخفف يا أرحم الراحمين ما نزل، وشافنا وعافنا وبارك لنا فيما أعطيتنا يا أرحم الراحمين، وارفع عنا هذا الغضب وارفع عنا هذا المقت. هذه الليلة أيها الأحبة الكرام تسمى بليلة الرحمة والغفران. سيدنا النبي ماذا قال وكان في حضرة جماعة من الصحابة ويخبرنا أبو موسى الأشعري؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. يغفر لجميع الخلق بدون استثناء. هذه الليلة ليلة المغفرة، اللي كان عنده شي ذنب من قبل في حياته، أي ذنب، كان هناك من لا يغض بصره، كان اللي هو كيطلق عينيه، كل اللي هو كيقول الغيبة والنميمة بلسانه، كل اللي هو دائما كيسمع بأذنيه أحاديث الناس فيها السوء، كل اللي يحفظنا وإياكم يرتكب الفواحش من شرب الخمر أو من الزنا أو من أكل أموال الناس بالباطل، كل هناك من يكذب ويظلم ويعتدي، أي ذنب مهما كان، أي ذنب مهما كان، العفو الإلهي، العفو الإلهي في هذه الليلة لكل من رفع يديه إلى السماء واستغفر ربه وتضرع إليه وشدد توبته ونيته في الصلاح، يغفر الله تعالى ولا يبالي. هكذا قال رب العزة: أغفر ولا أبالي. عفو شامل في هذه الليلة المعظمة. وقد قال النبي الكريم بأن ربنا يغفر لكل الخلق إلا لإثنين، إلا لمشرك أو مشاحن. معنى المشرك، المشرك هو الذي يعتقد بأن بإله آخر مع الله، هو الذنب الوحيد الذي يغفره الله تعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
كل الذنوب يغفرها إلا الشرك، وإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فكل واحد منا عليه أن يجدد إيمانه هذه الليلة. كيف نجدد إيماننا؟ الصحابة قالوا يا رسول الله نحن يأتينا أفكار شركية أو نقوم بأعمال ونحن لا ندري. قال جددوا إيمانكم، إن الإيمان لا يبلى كما يبلى الثوب، فجددوا إيمانكم. قالوا كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال بقولكم لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فلنكثر في هذه الليلة المباركة من قولنا لا إله إلا الله لكي نأخذ شهادة تقديرية من عند الرحمن بأننا براءة من الشرك، أننا موحدين لله الواحد الأحد. فالله تعالى يغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. من هو المشاحن؟ المخاصم للمسلمين أو المهاجر لهم. الشحناء هي الحقد الذي قد يخفيه الإنسان في قلبه ضد الآخر. وفي الحديث آخر يقول النبي الكريم ربنا يغفر لكل عبد لا يشرك بالله إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. لكي يكون عنده الحقد ما يغفر له الله تعالى في هذه الليلة. وقال مرة النبي الكريم في حديث آخر قال إذا كانت ليلة نصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. فهذه الليلة المباركة أيها الأحباب الكرام علينا أن نتجاوز الأحقاد التي في قلوبنا، نحرص على أننا نكون من الذين فيهم التسامح وفيهم نبدأ صفحة بيضاء، نتبع قول النبي الكريم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لكن سيب خاصم معاه قل السلام عليكم ولو غير بالتليفون ولو غير بالهاتف مكالمة هاتفية، قل السلام عليكم عواشركم بركة مسعودة الأحوال طيبة الله يحفظنا ويحفظكم. أنت ربي عز وجل أذهب من قلبك الحقد وأذهب الله من قلبك التباغض. والنبي الكريم يوصينا فيقول لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. والإنسان ربما قد يجد كيبغي يدير الإحسان، أعظم إحسان، أعظم إحسان من غير المال، الإحسان بالمال والإطعام الفقراء والمساكين هو الإحسان بالسلوك وبالمشاعر وبالأحاسيس اللي فيها التسامح. لقد قال الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يتغير ذلك الذي كان حاقدا وكان مخاصما ومشحنا يتغير إلى ولي حميم. لا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لهذا أيها الأحباب الكرام هيا بنا نصل كل من قطعنا، هيا بنا نقوم بأن نعفو عمن كل ظلمنا، هيا بنا لكي نعطي كل من حرمنا، صل من قطعك واعفو عمن ظلمك واعطي من حرمك. هذه وصية رب العالمين حينما قال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ولا نستمع للوساوس والهواجس إنما هي من الشيطان، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. لهذا ليكن شعارنا هذه الليلة قول الله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذه الليلة أيها الأحباب الكرام ليلة يستجاب فيها الدعاء، الدعاء يستجاب في هذه الليلة في ليلة الجمعة وليلة الأضحى ليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان. هذه الليلة كلها مباركة. هذا الشيء اللي وقع في العالم وهجوم فيروس كورونا وهذا الوباء وهذا الغلاء وهذا الحصار وهذا العزل كله سوف يزول. أي استراتيجية في العالم ممكن أن تنفع وممكن جدا أنها لا تنفع. الدول العظمى الآن تشعر بالضعف وتشعر بالهوان، الإنسان كله ضعيف وضعفنا إنما يتقوى بشيء واحد وهو الدعاء.
اسمعوا ماذا يقول رب العزة: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فالدعاء علامة الإيمان، مع ذلك أن الله موجود وأننا نوقن بأنه يستمع إلينا وأن نوقن بأنه سوف يستجيب لنا. فأدعوكم أيها الأحباب الكرام جميعا، كل واحد منا نبدأ في هذه الليلة المباركة بإحيائها. كيف نحييها؟ أول حاجة جلنا كان صائما، والصيام بعده مباشرة صلينا المغرب، وبعد ذلك نبدأ في إحياء هذه الليلة. بماذا؟ أول شيء نبدأ بتلاوة سورة ياسين. لماذا ياسين؟ لأن في الحديث النبوي الشريف قال صلى الله عليه وسلم: لكل شيء قلب، وقلب القرآن ياسين. فنحن حينما نقرأ سورة ياسين إنما نصلح قلوبنا، لأن هي قلب القرآن. القلوب كل من عنده في قلبه مرض، أو في قلبه سقم، أو في قلبه اعوجاج، أو في قلبه شبهات، سوف تشفى في هذه الليلة المباركة حينما نقرأ سورة ياسين. ثم بعدها نبدأ إن شاء الله تعالى بقراءة سور أخرى. نبدأ بالفاتحة أولا، لأن هي فاتحة الكتاب، ونبدأ بآية الكرسي، لأن آية الكرسي هي آية العظيمة، أعظم آية في القرآن الكريم. ثم نبدأ بسورة ياسين، ثم نختم إن شاء الله تعالى بالإخلاص والمعوذتين. نستمر بإذن الله إلى أن يرفع آذان صلاة العشاء، ثم بعدها نقوم للصلاة، نقوم للصلاة والاستغفار، ثم نعود لكي نبدأ الدعاء المطول بعد صلاة العشاء، دعاء مطول، خصوصا الدعاء المأثور في ليلة النصف من شعبان. وإن شاء الله عندي يقين جازم بأن الله تعالى سوف يرينا عجائب قدرته وسوف يقينا عجائب رحمته. فأدعوكم أيها الأحباب الكرام، من كان يحفظ سورة ياسين فليتلوها معنا، ومن لم يكن يحفظها فليأخذ مصحفه وليبدأ في تلاوتها جماعة. نحن في المغرب ومعنا أحباب خارج أرض الوطن، المغرب في شماله وجنوبه وشرقه وغربه ووسطه، وأحبابنا من الجالية المغربية المقيمة بالخارج أيضا يتابعوننا، حتى في فرنسا وفي إسبانيا وفي إيطاليا وألمانيا وبريطانيا، بل وفي كندا والولايات المتحدة الأمريكية، وأحباب كثر أيضا من المغاربة من المقيم بالخارج في الدول العربية، في الإمارات وفي مصر وفي تونس وغيرها، وأحباب حتى في جنوب شرق آسيا، هناك مغاربة في الصين أحباب لنا الآن يتابعوننا ومعنا كلهم. تصوروا كل هؤلاء الأحباب أهل الإيمان واليقين يقرؤون في وقت واحد هذه السورة المباركة، ونتوسل ونتضرع إلى الله تعالى أن يرفع عنا هذا الوباء الذي عجز الأطباء والمختبرات العالمية لإيجاد التلقيح المناسب. التلقيح الحقيقي أيها الأحباب الكرام هو في التوبة، التلقيح الحقيقي هو في الندم والرجوع إلى الله والأوبة إليه، التلقيح الحقيقي هو في مداومة الدعاء. فلنأخذ مصاحفنا ولنبدأ على بركة الله تعالى لنقرأ بالطريقة المغربية التي تسهل على الجميع. لا إله إلا الله. ولنبدأ أولا بالاستغفار. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لينذر قوما ما أنذر آبا وهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ويمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم
بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد. ما ياتيهم من رسول إلا كادوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا
هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهونهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا
أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. اللهم يا رب العالمين إليك مددنا أيدينا وفيما عندك عظمت رغبتنا. إلهنا بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم الذي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم. اللهم نسألك أن تكشف عنا من البلاء ما تعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم. أنت الأعز والأكرم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به رضوانك ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم يا رب العالمين. اللهم إن كنت قد كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامحو اللهم بفضلك شقاوتي فامحو اللهم بفضلك شقاوتنا أجمعين. اللهم امحو بفضلك شقاوتنا وحرماننا وطردنا وإقتار رزقنا. اللهم يا رب العالمين اكتبنا عندك في أم الكتاب من السعداء. اللهم اكتبنا عندك في أم الكتاب من المرزوقين. اللهم اكتبنا عندك في أم الكتاب من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اكتبنا عندك في أم الكتاب من الموفقين للخيرات
يا الله يا الله يا الله، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إلهنا إلهنا تعرض لك في هذا الليل المتعرضون وقصدك القاصدون يا الله، وكلنا أمل في فضلك ومعروفك طالبون يا الله يا الله يا الله، ولك في هذه الليلة نفحات وجوائز وأعطيات ومواهب تمن بها على من تشاء من عبادك. اللهم يا رب العالمين إنك تمن بها على من تشاء من عبادك وتمنعها عمن لم تسبق لهم العناية منك، وها نحن عبيدك بنو عبيدك الفقراء إليك. اللهم إنا ننتظر فضلك ومعروفك، فإن كنت يا ربنا تفضلت في هذه الليلة على أحد من خلقك اللهم، وإن عدت عليه بعائدة من عطفك فجد علينا أجمعين، جد علينا بطولك ومعروفك يا رحمن يا رحيم. نعوذ اللهم بنور وجهك الذي أضاءت له السماوات والأراضون، اللهم اكشف عنا الظلمات، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم إنا تبنا إليك. ربنا إنما ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله يا الله، يا ذا الرحمة الواسعة، يا ذا الفضل والنعم، يا ذا القوة المتين، لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا يا رحمن يا رحيم. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ادفع عنا هذا البلاء، اللهم احفظنا واحفظ كل عبادك المؤمنين، اللهم عجل لنا بالفرج. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا الله يا الله يا الله. اللهم إننا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم اقض لنا أمرنا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم اقض لنا أمرنا كله
ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم اقض لنا أمرنا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده. اللهم عجل لنا بالفرج، اللهم عجل لنا بالفرج، اللهم عجل لنا بالفرج. بحرمة وبركة وسر بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا يا رب العالمين، اللهم تقبل منا يا رب العالمين، اللهم تقبل منا يا رب العالمين. أيها الأحباب الكرام، نجدد الترحاب بكم، تقبل الله منا ومنكم جميعا الصلاة. اللهم وفقنا لأداء هذه الفريضة في وقتها مع الجماعة بالخشوع والطمأنينة والسكينة. اللهم يا رب تقبل منا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أيها الأحباب الكرام، هذه الليلة ليلة مباركة، ليلة النصف من شعبان، ليلة عظيمة، ليلة المغفرة، ليلة الرضوان، ليلة الاستجابة. هيا بنا جميعا نرفع أكف الضراعة إلى الباري عز وجل وندعوه بما نحتاج إليه. لا شك أن كل المغاربة وكل المسلمين وكل العالم في هذه الظرفية الحرجة محتاجين من الله تعالى أن يرفع عنا هذا الوباء ويدفع عنا هذا البلاء. فندعو الله جميعا أن يقضي حاجتنا، وندعو الله تعالى لكل أحبابنا بالفرج وبالتيسير وبالرحمة والمغفرة، للأموات بالرحمة والمغفرة والرضوان، وللأحياء المرضى بالشفاء التام، ولشبابنا بالاستقامة، ولكل واحد منا بما يحتاج إليه. كل واحد منا يستحضر ما في قلبه وضميره، وندعو الله تعالى دعاء شاملا عاما، وإن شاء الله تعالى ربنا سوف يبارك. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.